فأي شخص يسرح ويشرد أو يروح بغير عالم يكون ذكي وبارع في كثير من المعلومات، ومثل ما ذكرت أنه يكون احنا نسميها يعني خزانة بدماغه، لأنه يجمع بها أكثر من معلومة، مثلا يعني معلومات عن الحياة اليومية أو العلمية أو حتى الرياضية. فخلينا نشوف هذا الروبورتاج، طبعا أكثر الناس اللي يسرحون راح يحبوه هواي، فخلينا نشوفه ونرجع لكم. هل أنت كثير الشرود والسرحان؟ إليك السبب. كشفت الدراسات أن الأشخاص الذين يسرحون باستمرار لديهم درجة مرتفعة من الذكاء والبراعة الذهنية، فهم يغوصون في عالم التفكير والخيال ويكونون في وضعية ذهنية أفضل، وذاكرتهم تعمل بشكل أسرع، ما يمنحهم القدرة على حفظ المعلومات في أدمغتهم ومعالجتها.